تحياتنا لكم متابعينا متابعاتنا، اسعد الله اوقاتكم اسعدكم الله. المثل بقول من طين بلادك حط اخدادك، بما انه انا من هاي البلد واليوم حلقتنا راح تبث لكم من قريه اكسال، راح نكون معاكم برنامج بطل على انظاركم الجميله من خلال شاشه اجمل ومن خلال ليله اجمل واجمل واجمل من ليالي الشهر الفضيل. برنامج مرحبا بك، هلا 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 ويا مرحبا بك، واحنا بكسال خلينا نشوف هاللحظات والاجواء وال كل شيء حلو بكسال، فهلموا بنا ونقول كلياتنا كسال. طبعا يا بنتي شو اخبارك؟ الله يخليك. يعني انا بعرفك بس انت لازم تعرف حالك لك. يلا الاسم حبيبي. الله يخليك. الاسم الاسم ولكن الميكروفون بعض الاسم. احمد جرار. يا عيني عليك احمد جماعة. احمد جرار ايوه، جار عزيز على قلبي وصديق واخ. احمد جرار يسعد مساك حبيبي. الله يخليك. كيف انت؟ مبسوط؟ الحمد لله. انت عبر قناه هلا بهاي لحظات اكيد الناس عم بيستمتعوا فيك، وخصوصا البلدنا بيشوف ابتسامتك الحلوه الرائعه. مد بعمرك يعطيك الصحه والعافيه. قول لي كيف انت شايف السنه اجواء رمضان وخصوصا بعد ما الكورونا روح؟ والله الحمد لله الحمد لله احسن بكثير. الله ان شاء الله خير على الجميع. ان شاء الله خير. انت شفت العام كيف كنا يا دوب على السبعه نسكر ونروح، والسنه لا في حيويه في ناس. الحمد لله السنه في حيويه في ناس غير شكل. يعني وانت مبسوط كثير الحمد لله. الله يبارك ويسعدك. اهلا فيك. شو اخبار البزر واخبار القهوه؟ على حسابك كله تفضل. صب لي فنجان ساده. صب لي فنجان. اهلا وسهلا. هون عنده فنجان ساده، لما تشربوه يا جماعه يعني انت عملت ليلتك، انت عملت ليلتك. يا مرحبا بك يا مرحبا بك. شكرا لك يعطيك العافيه. كيف حالك؟ هلا. رمضان كريم. الله اكبر. الله يسعدك. شو اسم المحترم؟ محمد. طبعا انا بعرف انه محمد العمر، بس يعني لابد من انه اساله عشان شاشه قناه هلا بحبوا يعرفوا مين كل واحد. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف اجواء السنه رمضان؟ مليحه ممتاز. ابنك ما شاء الله تبارك الله. ايوه الله يخلي لك اياه. شو اسمك يا باشا؟ عمر. عافيه عمر يا باشا، احلى تحيه لك كل الزلم. بتعرف مين شلتك؟ انا. اذكروا لنا اياهم تفوز معنا ب 100 كلمه شكر جائزه. شلت عمر ولا شلت؟ شلتك انت. انا لا شلت. قول شلتك. قول بشربك بدي تقول اسمي. شربك بدي تقول اسمي. يلا يلا قول تستحي. شلتك. امير عباسي. امير الصالح عباس. اشكر ابو الصالح. ابو الصالح. ايوه 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 حبيبك ابو الصالح. ايوه ايوه ايوه. والله هم اثنين، اياد الشوي وياد الشوي. شو عباس بحكي عليكم؟ والله ايش بكم؟ طولوا روح كله ايش بكم؟ حكى عليكم الزلمه قال اسميكم فضحكوا. السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. رمضان كريم. علينا وعليك. شو اخبارك؟ الحمد لله. في حدا بعده بحط كمامه ولا انت جاي من الجامعه؟ عشان جاي من الجامعه. قبل الله منه منك. مني كيف السنه اجواء رمضان؟ الحمد لله احسن بكثير من العام. بس ذكرنا باسمك عشان هون بالكاميرا لازم يعرفوا، مع ان انا بعرف اسمك. محمد عصام دراوشي. محمد عصام دراوشي مرحبا بك. لا استعداد قديمك ابو عصام يا باشا. حبيبي يا باشا. شو بتشتغل بعدك بالعمار؟ لا والله زمان. شو اليوم؟ والله قاعد. لا يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. يعني طمني قول لي كيف السنه اجواء رمضان شو شايفيها؟ لا الحمد لله كل شيء خير بخير ورب اكسال. الحمد لله الحمد لله دائما وابدا. قول لي بتعرف عدد سكان اكسال قديش؟ 14000. بحب اخبرك انه انا صار عندي معلومه صحيحه بالموضوع من رئيس مجلس السا، انه عدد سكان اكسال هي 15300. ما شاء الله 15300. الحمد لله. يعني في خمسه زياده اليوم. حدا خلف؟ في حدا خلف اليوم؟ اكيد. طبعا حدا خلف اليوم. يلا الله يرحم اللي توفوا باكسال الجمعه هاي. قديش؟ اثنين. اثنين الله يرحمهم برحمته. يلا ماشي يا باشا كل عام بخير. رمضان كريم. الى اللقاء. وقف 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 وقف. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم. الله يسعدك ابو احمد يا غالي. اهلا فيك. اهلا. لما شفتك حسيت بسعاده حلوه. اهلين. عبر قناه هلا شو بتحب تقول لكل المتابعين؟ كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير وصحه وسعاده وهدات بال. عدد سكان اكسال تقريبا تعرف قديش؟ 14. 15300. وصلتني المعلومه جديده. جديده. الله يوفقك ان شاء الله يا رب. بذكرك مسير قبل دبوري مدينه؟ لا مش حاجه. ما هو لا اذا صار مدينه احنا دبوري بتعز علينا، عشان هيك شو بدنا نساوي؟ بدنا نقول لدبوري ينضموا الهن السعايده والشبله وهيك بس بقونا بصيروا اريح. صح. العالم بتوحد. الله يوحدنا جميعا. يلا الى اللقاء. السلام عليكم. يلا كملين. الله وبركاته. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الله يسعدكم جميعا. كل عام انتم بخير. وانتم بخير. رمضان كريم. علينا وعليكم خير ان شاء الله. يسعدك يا باشا. انا بما انه بعرف اسمك عبد الرحمن طبعا، بس انت لازم تعرف حالك عبد الرحمن عبد الهادي. ايوه عبد الرحمن. مش حاجه اعرف حاله معروف.
كيف امورك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. ورمضان شو رايك فيه؟ احلى اجواء ان شاء الله، خير يعم على الجميع والمسلمين وغير المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. واضح انه الاشي في فرق بين السنه للعام. مفهوم. يعني انت طالع انت والعيال الله هدي بالك مبسوط هدي بالك ان شاء الله. الله رب العالمين هدي بال الجميع ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. قول لي قديش عدد سكان اكسال تقريبا؟ ما يقارب 15,000. وقديش؟ 15 على علمي، بين 15 و 17. 15,300 نسمه. معلومه استخدمناها. انا لازم شو اعمل؟ انا بس فوت على كل بلد، مش مشان اعرف قديش، بس مشان كل واحد يصير عنده فضول يعرف قديش عدد سكان بلد. الحمد لله. هاي معلومه موثوق منها، 15,300 تقريبا. بارك منك. الى قرايبي بدبوري. دبوري طبعا. اذا صرنا مدينه قبل دبوري شو بده يعملوا هالدبوري؟ بده يزعلوا. لا، بدنا نقترح عليهم انه يضموا الشبلي وام الغنم، هيك بصيروا مدينه مع بعض منصير. لا خلص انا ما يا يشدوا حالين يخلفوا لنا نخرج شوي. انا بفضل احنا نضل لحال وهن لحال. خلص عافي. على دين الله يعينه. بعد عدين الله يعينه. كل عام بخير. انتم بخير. رمضان كريم. يعطيك العافيه. السلام عليكم. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ نعم خميس. انا مبسوط. اخبارك؟ الحمد لله. حياتنا لك يعني استاذ، يعني انت غني عن التعريف. عبد العزيز كامل شلبي، مرحبا بك. يا هلا بك. الله يسعدك وديمك ابو الكامل. اهلين بك والمشاهدين الكرام. طمني، كيف السنه اجواء رمضان؟ بتجنن. الحمد لله. احسن من العام بكثير. الحمد لله رب العالمين. رب العالمين. بما انك انت خبير عسل وبتفهم بالعسل وبتصنع العسل على كيف كيف كيفك، العسل مرغوب برمضان؟ لا مش كثير. مش كثير؟ لا اكثر. مش برمضان بيمشي، بعد بغير رمضان بيمشي كثير، والسنه بالذات سنه الكورونا كان عليه طلب كثير كثير. عليه طلب كثير. يا اخي بدي اسالك سؤال، اليوم بيوت العسل من خشب، زمان ايش كانت بيوت العسل؟ قبل كانت جرون طين. هن يبنوها بديهن؟ يعملوها من الحثان اللي بالجبل. اه. تراب بيضاء مع شويه تبن، يجبلوهن مع مي ويعملوا جرون ويربوا فيها عسل. وهيك كان يطلع. لما انتوا اليوم مثلا تمسكوا اللي خلينا نقول ايش اسمها هاي؟ الخليه كل وحده بتكتوها بتعصروها. البرواز زمان كيف كانوا يطلعوا العسل من الجرن؟ كانوا يدخنوا له ويحطوا، ما كانش في طواقم على ريشه، كانوا يحطوا المشبك اللي هو ريشه على حالين ويقطفوا العسل، يتقرصوا ويتبهدلوا مع كل هذا على قلب زي العسل. يطلعوا قراص يقصوها ويطلعوها ويعصروها بديهن. احنا اليوم كله مياقن، كله نظيف، كله مرتب. وزمان كان جودة العسل نفس الشيء بظلها يعني؟ لا قبل كانت احسن. السبب انه اليوم رش المبيدات كثير. صار يأثر بموت الاعشاب، فيش زور كفاية، كان في ريف الصبر قد الحارة. النحل يأخذ من الصبر، هذا كله اختفى، وكثير من جناس أعشاب اختفت من رش المبيدات. يعني اليوم مربيين النحل عملياً بدوروا على مناطق اللي هي ما فيش فيها مبيدات، بدوروا على مناطق طبيعية زي الجبال. كل منطقة عن منطقة بفرق طعم العسل؟ طبعاً. يعني لو حطينا عسل بالجبل مثلاً ومن الصرو والسنوبر ممكن يكون طعم ثاني؟ على فكرة السنوبر فوش عسل، بيجيبش أحسن عسل. عسل الجبل. عسل الجبل أطيب عسل وأحسن عسل، وزي ما بيقولوا إخوتي كثير. جودة عالية. السؤال إنه أنت مسموح تحط وين بدك الخليات مشان تعمل عسل؟ لا أنا عن طريق مؤسسة الدباش. عن طريق جمعية المجلس الإقليمي للعسل. معي موقعين اللي هو بكسال، وفي موقع وين الياجور، وين كيبوتس الياجور. وغادي الإشي بقول جودة عالية جدا. من مين اكتسبت خبرة العسل؟ والله ساعدني ابو العبد حمزه الحجي. وانا خلص هاوي حبيش. خربطت كثير. انا هاوي. هاوي من سنه العشرين وانا هاوي. ابو الكامل ربنا يعطيك الصحه والعافيه، رمضان كريم. وتحيه للمشاهدين ولقناه هلا وللاخ بسام جابر، بنشكره كثير كثير وبنحييه على هاي القناه. الله يسعدك ويديمك. شكرا لك يا شاهد، نعتز ونفتخر فيه. الله يعطيك الصحه. تشاهد قناه هلا دائما دائما. عافيه، مبسوطنا. كيف برنامجي جديد هيك، شو رايك؟ بجنن. الله يسعدك ويديمك. والله هاي الشهاده اعتز وافتخر فيها، بتعمل لي معنويات. انت غني عن التعريف. شكرا لك، الله يديمك. كل عام بخير، رمضان كريم. الى اللقاء. مكملين متابعينا متابعتنا اكيد هاي الاجواء الجميله من خلال الشهر الفضيل في اكسال بلدي، وخصوصا تعرفوا يعني حلو الواحد انه يلتقي بناس عارف شو هني، عارف شو بيعملوا بحياتهم، فهذا الموضوع اللي احنا بنكون فيه. تعالوا تعال نشوف هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.
كيف حالك؟ شو اخبارك؟ كيف انت؟ مبسوط؟ الحمد لله. علي 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 ما بقول لك لازم انت تعرف حالك بس يلا علي جوابري. مرحبا بك، كيف امورك؟ الحمد لله. قول لي قد صار عمرك اليوم؟ 58. العمر كله ان شاء الله يا رب. الام بي مين احسن، اجواء زمان ولا اجواء اليوم؟ لا والله اجواء زمان احسن. اجواء زمان خصوصا لما كنتوا اولاد الحاره هيك وشلتكم شلتكم. متذكر مين اولاد صفات؟ عرفان العارف، سلام المحسن، علي التفيق، حيدر الراغب. يا انت بتحكي ايام الستينات الابتدائيه بالستينات؟ لا اكثر اكثر. انت اليوم 58 يعني انت 50. ما انا بقول لك مواليد 62، انا 15 مواليد 62. لما كنت بصف عمليا ثاني ثالث رابع خامس؟ أيوة. كنت بالسبعينات يعني اول السبعينات. مزبوط. الله يعطيك الصحة والعافية، رمضان كريم. شايف أجواء رمضان أحسن السنة من العام؟ بكثير أحسن إن شاء الله. كورونا. الله يعطيك الصحة والعافية، كل عام بخير. متابعينا متابعتنا، هاي الأجواء اللي بننقلها لكم من إكسال بلدي الحبيبة، إكسالي الجميلة، عبر قناة أجمل، قناة هلا، برنامج أحلى. مرحبا بك هلا. راح أترككم لتروحوا فاصل، اشربوا فنجان قهوة، خذوا كوباية مي، تروحنوا انبسطوا، وأنا بعد الفاصل رايحين نواصل. إلى اللقاء، سلامات. متابعينا متابعتنا عزيزينا عزيزتنا، اكيد رجعنا لنكون معاكم بعد الفاصل، واحنا هنا في بلدي اكسال اللي اكيد هاي البلد اعتز وافتخر فيها بين ناسها واهلها، عبر قناه هلا، عبر كل المتابعين الاعزاء اللي بهاي اللحظات على عمو خميس، مشاهدين ومشاهدات بالاجواء، مستمتعين ومستمتعات، ومعانا هنا واحد اكيد يا باشا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا بك يا محترم. شو اسمك؟ عبد خلاليه. عبد خلاليه، انت من اكسال صح؟ من الناصري. من الناصري. قديش عمرك عبد؟ 20. شو مهنتك؟ كل شيء بالحياة. كل شيء بالحياة. زي شو كل شيء بالحياة؟ شغلتي بس طب الكهرباء. عافية. وسمعت انك هيك عندك ابداعات فنية. كثير ابداعات. زي ايش؟ نصور سيارات، نعمل مفكسية من انت بتحب السيارات، تعرف السيارات؟ انا صار لي فترة متحير، يا بجيب سكودا يا بجيب تويوتا، بس اليوم شفت الرينو، جيب رينو الديزل، شو رايك فيه؟ لا لا روح امشي على اجريك احسن لك. ليش؟ رينو بلاهة فرنسي. مش فرنسي؟ معناته هنا انت بلشت تكون غلطان. تعرف ان رينو بطل فرنسي؟ رينو تعرف لمين تابع هسه؟ لنيسان. انت عرفت هذا الاشي؟ طب النيسان شو؟ كوري. طيب ماشي، دشر السيارات على جنب لانه واضح قديش هسه. هنا بدنا نعرف انت شو امورك الفنيه. بتغني راب؟ نغني راب. يلا سمعنا، شو بدك تسمعنا؟ يلا يلا انا معك، انا معك يلا. بدون لحن؟ بدون لحن. شو بدك تساوي؟ يلا. أفراكها مرت سنة في بالي ذكرى مالها رجعة، مدينة قلبي نشفت لي آخر دمعة، ماتت ذكراكي باللحظة اللي فيها رحتي، بعتي وخنتي وسهمي بكلب ولحمة غرزتي، اليوم بلشنا بس هذا الحب أنت غدرتي. أفراكها مرت سنة في بالي ذكرى مالها رجعة، بس بدي أقول لك إيش إحساسك لما تشوف حب حياتك خانت وانخطبت لغيرك، إيش إحساسك لما كل أحلامك تنتهي ويخوضها نصيب غيرك. بديش أغني بس هنا صوتي مسموع، بإكسال هنا منغني لعيون الجمهور. يا سلام عليك، زكفولو يا شباب زكفولو. الله يعطيك العافية، موفق إن شاء الله، كل عام بخير. سلامات. مرحبا بك، شو اسم المحترم؟ جلال. جلال يا مرحبا بك، من وين المحترم؟ يا هلا يا هلا يا هلا. كيف شايف اجواء رمضان السنه؟ لا الحمد لله احسن العام. احسن الحمد لله. شايف انه هيك الناس براحه نفسيه اكثر؟ نفسيه اكثر، وخصوصا اكسال يعني هاديه. طب مني كيف اجواء جنين؟ اجواء جنين بتجنن طبعا برمضان هنا. صح، ما هيك وخصوصا ما بعد الافطار لو يفتحوا المعبر كمان بصير وضع بصير احسن واحسن. صح. من دار مين من جنين؟ اي ابو مريم. ابو مريم من نفس جنين ولا الكره؟ الكره الجديده. جديدة. انتوا بتقولوا لها جديدة مش جديدة؟ جديدة. بس انتوا عشان هون بكسال يعني بقول جديدة، بس هي جديدة، بعرف انها اسمها جديدة. مزبوط. قديش عدد سكان بلدكم؟ 8000. 8000. عندكم حكم يعني عندكم رئيس مجلس محلي؟ الا بلدية. بلدية تبعي. مشترك لثلاث قرى. لثلاث قرى اللي هي شو اسمها؟ سيريس وميتالون وجديدة. انتوا من اي ناحية من جنين؟ احنا من الشمال. اللي بتروح على اليمون ولا على قباطية؟ ايوه. طريق قباطية اللي بتروح على اليمون هي أكثر لل
مزبوط على زبابدي طريق نابلس خلينا نقول تقريبا مزبوط. عفية الباشا الله يعطيك ترضي. الله يسعدك دائما ايامك سعاده محبه هدر. الله يسعدك. حيوا النشامى عبر قناه هلا احلى تحيه لاهل الجنين كمان. هلا الله يسعدك وديمك. مرحبا بك عم الحاج. كل عام بخير. رمضان كريم. وديمك إذا أنا بعرفك بالاسم بس لابد إنه يعني الجمهور الحج صح معلوم مزبوط الاسم بالضبط هشام عبد الهادي. يا مرحبا بك أخونا العزيز كيف أمورك طمني. الحمد لله الله يسعدك. مبسوط الحمد لله رب. صحة هادية الحمد لله الصحة الحمد لله إن شاء الله تمام تمام. قول لي كيف أجواء رمضان السنة؟ الحمد لله أحسن بكثير. أحسن بكثير وخصوصا العام ذقنا مرارة الموت. أنا بشوف إكسال أحسن بلد يعني الحمد لله يعني. إكسال فيها هيك مودي محبة قرايب أهل بعضها فيش مشاكل بساعة تنحل أي مشكلة سمح الله. مزبوط صحيح طيب يعني الحمد لله الحمد لله لأنك أنت طيب من أصل بيت أنا بلدي كلياتنا صار نفتخر بإكسال وعلى إكسال بلدي زين. الله يديمك ويسعدك. قول لي قديش عدد سكان إكسال تقريبا؟ من 14 ل15 أنا من 14 15. ليش سموها إكسال؟ بعرف شيء يمكن عزوان الرومان كسلوت اسمه. أيوة يا أما مجرد ممكن. أنا ممكن بسأل سؤال بس مشان تجاوبني مشان على قليل يصير عنا فضول أنا بالتاريخ بعرفش على بالتاريخ بس بعرف إنه اسمه كسلوت يعني بالزمن عزوان الرومان وكل شغلة مزبوط. طلع يعطيك الصحة والعافية. الله خليك رمضان كريم يا محترم. أنا أسمع أنا بس النور عليك كل عام بخير وأنت بألف خير رمضان كريم أهلا فيك يا والله صدفة حلوة إنه هيك أشوفك أنا هنا وتكون واحد من يعني الأولين من رؤساء المجالس. امبارح كنا بعرابي وكان عندنا نائب رئيس واليوم الرئيس بكسال. طمني كيف الأمور؟ الحمد لله على ما يرام. أول شيء مناسبة إن أقول لأهل كسال كلهن كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله بتنعاد هالمناسبة علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. بس الخير بنعاد بهاي المناسبة علينا كلياتنا. بالنسبة من العام للسنة حاسين بالأجواء قديش تغيرت بما أنه العام كان كورونا وكان همكم الوحيد أنكم تخلوا الناس بالبيوت وهمكم كثير كثير أشياء. كيف شايف السنة؟ طبعا في تغيير كبير. العام كان في جائحة كورونا والكل كان ملزم يحافظ على قوانين وزارة الصحة وكان في اختلاط اجتماعي بالمرة. المرة هاي الفرحة فرحتين، أولا بقدوم شهر رمضان والشيء الثاني أن الناس اليوم فعلا تتواصل مع بعض البعض، المساجد الناس بتروح على بعضها البعض، زيارات جماعية. الحمد لله احنا بنهاية الأزمة وبنتأمل انه احنا الأزمة هاي صارت ورانا. التغيير كبير وملحوظ فان شاء الله انه دائما احنا بنتمنى ان الناس تضل التواصل الاجتماعي والجائحة هاي من ورانا ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين. يعني احنا هيك بنحاول نسأل الناس دائما سؤال مش مشان نعرف ولا مشان انه يصير عنده فضول بعدين يعرف لحاله عدد سكان بلده كل واحد. فبما انك رئيس مجلس هيك بدناش نقول لك بالضبط بالضبط لانه بجوز حدا مبارح خلف اشي. تقريبا قديش عدد سكان اكسال؟ 15300 نسمة. هذا اول جواب مزبوط 15300 نسمة من رئيس مجلس اكسال. يعني احنا هسه نتأكد لما نسأل الناس نقول 15300 15000 بعدنا بين 15 و16000. محمد رافع شلب ابو رافع يعطيك العافيه كل عام وانتم بخير رمضان كريم. شكرا وكل عام وانتم بخير. الله يعطيكم الف عافيه. انت دائما مبادر باعمال مليحه وان شاء الله بضلك نجم وانت من اكسال واحنا بنعتز وبنفخر فيك. شكرا لكم. هاي شهاده اعتز وافتخر فيها بارك الله فيك ابو رافع. شكرا لكم. شكرا لك كل عام وانتم بخير رمضان كريم. كملين متابعينا كل عام بخير. انت بخير الله يسعدك. اخبارك كيف حالك؟ الله يخليك. شيء تمام الحمد لله ماشي. كيف شايف اجواء رمضان السنه؟ مجنن ما شاء الله. ان شاء الله بتضلها خير وسلام وامن وما شاء الله عنها. الله يسعدك وديمك. طبعا مشان انتم بتعرفوا متابعينا انا بعرف اسمه بس بدي اقول لكم سليم شدافني من اكسال. بما انه انا اليوم بكسال هيك حاسس شعور حلو انه الواحد بين بلده هيك وبيعمل اشياء حلوه. ممتاز لانك انت يا عمي محمود محبوب الجماهير. الله يسعدك وديمك. هي عرفت انه اسمي البسمه على وجهك ما بتروح. الله يخليك. هاي شهاده اعتز وافتخر فيها والله من هالبلد اللي بعزين كثير كثير. احنا كلياتنا عيلي وحدي والله. الله يسعدك حبيبي. قول لي بدي اسالك سؤال، ليش سموها كسال؟ كسال مش شرط اللي كسلو الطابور. كسلو الطابور هي اللي كانت ملكه بقولوا ولا ايش؟ ملكه كانت ملكه. نفس الشيء بدبوري بقولوا انه برضو كان في ملك وملكه. انا مش عارف كل بلاد هي اسامي ملوك يعني. ديفورا ايوه ديفورا في اسم بلد يهودي. معلوماتي صحيحة ولا لا؟ انا حديث هسه معلوماتك صحيحة. صحيح. طبعا انت سمعت قديش عدد سكان كسال؟ المضبوط لا اما عدد سكان اكسال بالنواحي يعني ولا تقريبا اخر احصائيه يعني انا شفتها لنا بالمجلس 15300 15000 مضبوط نفس جواب رئيس المجلس بالضبط. الله يسلمك. تسلم الدوم رمضان كريم. الله اكرم. الله يسلمك. الله يجعل ايامك دائما سعاده محبه. الله يخليك كل عام وانتم بخير. الف خير. سلامات يا باشا الى اللقاء.
السلام عليكم، كيف حالك؟ لك يعني بما انه ابن بلدي فانا بعرف اسمه، بس هو واجب عليه انه يعرف اسمه للناس وخصوصا كل متابعين قناه هلا. الاسم سامر جوابري مفروشات ميه. احلى سامر جوابري، يعطيك العافيه. طمني سامر، شو اخبار الاجواء السنه؟ والله الحمد لله زي ما انت شايف، يعني ما شاء الله. بما انه العام مرقنا فتره صعبه والسنه احسن؟ اكيد السنه احسن الحمد لله، حسب المبيعات وحسب الشغل برضو احسن. اكيد اكيد. ها الناس لسه هيك عندها جرأة انه يشتروا عندهم؟ اكيد لا الحمد لله لسه تغير الوضع يعني. سامر انا بعرف قديش عدد سكانك، سامر كل بلد بروح عليها بس قديش عدد السكان، وانت هنا بما انك عائلة جوابري يا جماعة عائلة برضو صغيرة بكسال، يعني مالنا اليوم على عائلات الصغيرة، احنا عائلة جرار وعائلة جوابري. عائلة صغيرة بس اكثر بالفعل كبيرة. اكثر عدد دكاترة المعدل. ايوه كم دكتور انتوا عندكم كمعدل؟ 16 17. من اكم سمي؟ في حوالي 250 ما شاء الله. طبعا انتوا عائلة جوابري عريقة، فيكم بامريكا. لما كنت بامريكا جاني التلفون، تعال مشان الله تعال. حياتنا طبعا لكل اللي بيشاهدونا عبر طبعا كل المغتربين في كل العالم، تحياتنا لكم وخصوصا ابو الجوابري. ذكرني باسمه. سامر جوابري. انت سامر بس اللي بامريكا؟ اللي بامريكا فتح. طبعا فتح بنساش وانا موجود بشيكاغو. فتح لما كنت بامريكا اتصل لي التلفون وانا بشيكاغو، هو بولاي ثاني، تعال بودي لك طيار بودي. والله يا عمي ما بزبط، سبحان الله بحبه هيك من البلد. ايوه. ما عرفتش قديش عدد سكانك سامر؟ 16 17 16 17، بين 15 ل 17 بالضبط. المشكله انه انا حتى نفسي انا يعني لازم نعرف. انا عارف شو انا، مشان ما اكونش يعني اقوله على راس حجر، انا بالنسبه لي يعني مزبوط انا واحد من البلد زي كل بلد بفوت عليها بعرفش قديش عدد سكان، فمهم انه لازم نعرف قديش عدد سكان بلدنا، وانا حبيت يكون عندي كامل المصداقيه بالموضوع، مش عشان اقدم برنامج اجي اعرف قديش عدد سكان بلدي، لا من اليوم انا راح لازم اهتم واعرف قديش عدد سكان بلد. ليش سموها كسال؟ برضو معلومة. انت على فكرة مش بس انت بتجاوب هيك، كثير اللي بيجاوبوا هيك، بس طبعا بقولوا على اساس انه ملك يا اسمها كسلوت ومش كسلوت، ما بعرف والملك يا شو بعرفني يا زلمة. والله العظيم هذول الناس يا زلمة. يلا كل عام كسال بلد حلوة الحمد لله، هادية نسبة للي بنشوفه. يا جماعة شباب كسال، كل شباب كسال الرائعين النشامى الاجاويد طياب، والله بنفتخر فيكم شباب كسال، بنفتخر فيكم. بدنا هيك تكملوا ترفعوا راسنا لفوق. الحمد لله رب العالمين. كل عام تبخير. الله يسعدك. مكملين متابعينا متابعتنا، خليني ناخذ لي هنا نفس، روحوا كملوا انتوا، انا بخاطركم انا اريح شوي. احنا بقول لي تشرب مي الساعه قبيش قبيش، يعني هيك الواحد بعد هاي الاجواء الجميله بعد هالمقابلات الحلوه ناخذ استراحه هنا على المفرشات. انا استراحه، ادعس يابا ادعس. الأب الكبير الله يرحمه لما كانت الدكانة هاي إله، فإحنا هنا منيجي عند عمنا راجح بكسال، صاحب تقريبا من أقدم الدكاكين بكسال. السلام عليكم. خليك كل عام تبخير. حالك كل عام تبخير. الله يخليك. الله يسعدك، كيف حالك أبو العبيد؟ الله يخليك. كل شيء تمام؟ الحمد لله رب. الحمد لله دائما وأبدا. كيف الأمور؟ كيف شايف رمضان السنة؟ الحمد لله بألف خير. يعني وخصوصا إن جربنا رمضان العام. كل واحد الحمد لله. لا كيف كل واحد؟ يعني هنا أنا بدي أجادلك شوي صغيرة. والله العام الله يعيننا على العام كيف كان. يا مزبوط. بس. أنت كنت تفتح العام العادي ولا؟ انتوا الدكاكين كان مسموح؟ كان مسموح الدكاكين. السنة احسن واحسن ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله يا رب ان شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. راجح بدي اسألك سؤال، بما انه حتى لو ما عرفتش تجاوب عادي، احنا مش جايين نسأل اسئلة ولا جايين نمتحن ولا جايين نعطي جوائز، كل الموضوع انه يعني انا فضولي بفوت كل بلد وبحاول اعرف عدد سكانها. كسال قديش عدد سكانها تقريبا؟ تقريبا 16000. 16000. 16000، يعني احنا بنغلب دبوري بنصير مدينه قبلها ان شاء الله. بما انه دبوري بتعز علينا فقلت لهم شدوا حالكم خلفوا شويه، بتضموا من الغنم معكم عشان نصيرنا مدينه نصور مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. الله يعطيك الصحه والعافيه. قديمك ان شاء الله. الحمد لله بخير عبر قناه هلا طبعا. بتشاهدنا دايما. يا باشا الله يسعدك، شكرا، كل عام بخير. السلام عليكم. مرحبا بك. يا سلام عليك. سلام عليكم. والله الحمد لله. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. ان شاء الله مبسوط. الحمد لله. والله مالك صافن هيك؟ شو اي تعبان جسمي. الله يعطيك الف عافيه. قعدتك هيك وطلعت عليك شفتك شنو نسوي هذا الموضوع، شايف يديك ارنبك انك اليوم. لا والله صيامي هوين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. قل لي انت قديش عمرك على فكره؟ يعني انا بما انه ابن البلد او ايش، عرفنا حالك بما انه انا بعرفك بس المتابعين قناه هلا بحبوا يعرفوك. اسمي امير عمر شلبي. امير عمر شلبي، امير حي بالعربي، امير حي. امير حي. أمير قديش عمرك أنت؟ أنا
55 سنة ما شاء الله العمر كله. تعرف إن أنا بتذكرك وأنت هيك كنت شاب بعز شبابك سبحان شباب. أنت بعدك شباب لا ننكر ولكن العمر والحياة مزبوط. يا أخي بدي أسألك سؤال، كيف متذكر حياة زمان وأجواء زمان؟ طبيعي معلوم الحياة بقت غير شكل. اسمع أقول لك شغلي. تفضل. أنا هاي صارت معي ومعاكم أنتم بالذات. مرة أخوك بده يشتري شوال شمينتا، مشان يشتري شوال شمينتا بتصدق إنه أجا على الدار رجع مشان يسأل أبوك؟ أجل مشان يسأل أبوي حقه إيش مش عقد إيش حقه أشتري ولا ما أشتريش وعندي فلان وعندي علان. مزبوط. هذا بدل على إنه قديش باقي عندنا ترابط للأبيات وال مزبوط 100%. لأنه اليوم عارف إيش كثرة المحلات ومش بس كثرة المحلات، للأسف الشديد جيل جديد بطل يرد جديد بردش، وبعدين اليوم مش كل محل تقدر تشتري منه، بدك تشتري من المحلات اللي بتعرفها مثلا. أنت عشت الأيام اللي بكسال كانت وأنت ولد هيك، كيف تتذكر رمضان لما كنت بتجي وصغير صغير يعني؟ عادي بقى انا عارف ايش نشوف، نروح على الجامع نشوف حبه حلو وحبه طمر نروح نركض عليها. هيك العالم. اليوم بكثره، اليوم موجوده شايف، اليوم خير كثير، الناس بتشتغل كل شيء متوفر. برمضان شو باقي المشتريات يعني هي تبعتنا اكثر احنا اولاد صغار؟ اكثر شيء بقى نروح نشتري عارف ايش، ان بقى زمان نلعب بنانير اكثر شيء، لعبه البنانير لعبه الحيزه هي بقت هاي بالزمانات، بس اليوم تغيرت. اليوم صار الجيل هذا اللي طالع جديد بزته فيش تعرف لا هربه ولا ذوق للولد هاي، وصارت الزيت قنابل ومش قنابل وتفقيعات على هاي الشغله ان شاء الله انه انت وعلى المصلين هذا موجود. الله يعطيك الصحه والعافيه. عافية. تعرف قديش عدد سكان اكسال؟ انتم شاطرين بالانتخابات، تعرف قديش عدد سكان اكسال؟ ما يقارب ال 13700. 13700. انا مش قلت لك المصوتين، قلت لك عدد اكسال 13. ابو العبد راجح بقول شيء ثاني. قديش قال؟ حرق حريش هالشغله، ولا حدا بيعرف عدد سكان بلده بالضبط. قديش قال 14؟ فكرك عند مين نروح؟ على راي 16000. لا بوصلوا 16000 عشان اعرف ايش ال 20000 بتصير عارف ايش بلديه، احنا بعدنا مش واصلين 13940 13940 14 يعني احنا قريبين على دبوري. لا دبوري صغير. دبوري 12. دبوري 12 وعين ماهل برضه صغيره، احنا اكبر احنا. الله يعطيك الصحه والعافيه. تسلم يا امير. عندك المعلومات الكافيه عند ابو علي هنا. هنا ايوه مش شايفه انا. هلا 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 عمي رشيد، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ مرحبا بك حبيبي. رمضان كريم حبيبي. الله يسعدك. كيف انت؟ الحمد لله. كيف الصيام معك؟ داحل داحل داحل. طاج مين طاج الثاني؟ شو اخبارك؟ كيف انت؟ طاجنا الحمد لله. اسمع بتذكر لما اشتغلنا بالحبش بالزمانات. ايام حلوه بقت. ايام حلوه توكل بعضنا لكل واحد يشوف بعض. اليوم تلاقيها تذكر لما علاء الله يرحمه بتذكروا علاء الا على تبع عين ماهل يافا. تبع يافا يافا الناس علاء الله يرحمه باقي سرقنا الزواويد. يا سلام. مره اخذ الزواده من واحد قبل ما تصل الطاوله وعم بقول له فاضي فضلش فيها ورما احلى شيء يوم تجيرون شو قال له دايخ قال له ليش قال له جعان. الله رشيد انت من نواره البلد حبيبي، لك معزه خاصه الناس بتحبك بالبلد. لا والله. كيف الوضع رشيد؟ والله الوضع ان شاء الله بنقول يصير احسن من هيك ان شاء الله. ان شاء الله بس احسن من الكورونا العام. العام بس الكورونا مش قاطعه بالناس كلها ولا بتقطع. قل لي انت في عندك باب خلفي بقى تفوت الشباب من ورا شيء ولا لا؟ مع الباب سكرنا كليات مشاه ثلاث ويلك ماني بعرف البقاش واحد يسترجع يعمل شيء يعني اجي لحالي بقيت اقعد ما اشوف البوليس ولا فايت جوا. قل له تفضل ارجل. قال لحالي قلت لحالي روح دور شوف في شيء جوا خلاص الحمد لله. قديش سعر الارجل اليوم؟ اشتيا ورقي 25 يا بلاش. وذا فريش؟ فريش مش موجود. مريح حالك لو ايش اصلا انت تلاقي فحم اصطناعي احسن لك اريح شيء. لو ايش تولع في عمود غالي اليوم كله صار يدخنون بالشارع اصطناعي اليوم ما شايل مياقن هاي الصغيره. ايوه الا قل لي قديش عدد سكان كسال؟ مليش فيها سلام. مالكش فيها قديش؟ ليش سموها كسال؟ بعرفش هي لازم انت هون مركز البلد، ما انت هون ابو المخابرات كليات. انا ماني هون لازم تعرف كل شيء. ليش سموها كسال؟ هون المخابرات، احنا مخابرات درش لفي. قصدي مخابرات البلد يعني مخابرات البلد. ايش بعرفهاش. بتعرف ايش؟ ليش يعني سموها كسال؟ بقولوا في ملك اسمها كسلوت مزبوط؟ هاي هي كسلوت. فعشان هيك سموها رمضان كريم يا باشا. حبيبي. الله يعطيك الصحة والعافية. حبيبي. تسلم وتدوم. حبيبي. ان شاء الله دائما ايامك سعادة. حبيبي خالي. نفسي اقول اني قاعد معاكم ونشر البرنامج وخلص. حبيبنا حبيبي. يا مرحبا. حبيبي حبيبي. ليت لك نكتة؟ لا والله. طب اسمع اخر مرة كان بايدك بيضة واعطيناك كمان بيضة، كم بيضة بصير معك؟ مع بيضتين. عافية عافية عافية. واعطيناك كمان بيضة، كم بيضة بصير معك؟ ثلاث. عافية. واعطيناك كمان بيضة، كم بيضة بصير معك؟ أربعة. البقرة شو بتشرب؟
سكر حليب. يلا الله يعطيك الصحة والعافية. أهلين بك. رمضان كريم. الله يهديك. كيف التراويح إن شاء الله؟ والله الحمد لله خير. فاجأتك أنا. أهلين بك. الله يسعدك. شايف إنه السنة أجواء رمضان أحلى من العام؟ لأنه خصوصاً إنه راحت الكورونا. إن شاء الله. نفسيتك متريحة؟ الحمد لله. امشي عمي امشي بهم مش امشي معنا. وقول لي أنتوا بتصلوا قديش تراويح؟ بصلي 8 و3 وتر. 8 و3 وتر. بس أنا بتذكر لما كنا زمان بكسار كنا نصل لحديث 22 20 20 20 اليوم بلشوا قليلوا خواصن شوي. بجوز بروحوا بكملوا بالدار. معقولة عمي أنت بما أنك قديش عمرك؟ أول شيء اسمك هنا بقناة هلا بيستنوا يعرفوا اسمك. اسمي أحمد دراوش أبو الطاهر. أبو الطاهر أحمد دراوش طبعاً أنا بعرف بس عشان الجمهور. عم أبو الطاهر باشا. عم أبو الطاهر تعرف قديش عدد سكان كسان؟ نواحي 17,000 نسمة. 17,000 نسمة. سؤال كمان عمي، مين أحسن أيام هاي ولا أيام زمان؟ والله زمان بقى أهدى بال أحسن منهم. أهدى بال أهدى بال صح. أما اليوم والناس مليح وضعها مليح أما مش هادي بالها. بالضبط هيك. عمي كل عام بخير. وأنت بخير. رمضان كريم. الله يسعدك. تسلم ودي مبارك الله فيك. الله يسعدك. السلام عليكم. عليكم شباب كل عام بخير. تحيه. رمضان كريم. رمضان كريم عليك. يا مرحبا بك. الاسم عبودي. عبودي وانت الزعيم حازم. يا مرحبا بكم. رمضان كريم. أهلا تحيه للشباب. مرحبا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ ولا ليش وانت مالك يعني؟ شو السير انت مالك؟ ها اسمع انا رحت عند رشيد او شو اسمك؟ محمد. ايش محمد؟ عفو طبعا عفو دراوشي من عارف غنى التاريخ. طيب محمد اسالك سؤال. سالت رشيد الروف هذا السؤال اسالك اياه. كان بيدك بيضه وجبنا لك كمان بيضه. كم بيضه بصير معك؟ ثنتين. وجبنا لك كمان بيضه. كم بيضه بصير معك؟ كمل كمل ولا كمل ولا تعال كمل ولا كمل فيش كمل. جبنا لك كمان بيضه. كم بيضه بصير معك؟ ثلاث. عفي. وكمان بيضه. كم بيضه بصير معك؟ اربع. يا البكره شفت تشرب ايه؟ ايش حليب. البقره شفت البقره شفت تشرب مي. طب ها وليش بيطلع هو؟ شو اسمك؟ عبد الرؤوف. عبد الرؤوف يا باشا. ابن مين؟ ابن برهان. ابن برهان. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يسعدك. قديش عمرك يا باشا؟ 24. متجوز انت ولا بعد؟ زوجي ان شاء الله. الله يطعمك. شو بتشتغل؟ الحين مواسير. بتلحم مواسير. عافية الله يعطيك العافية. العمال الكادحين راعي. ايوه الكادحين. يعني بعيدنا الله. شو بدك تساوي؟ وين شغلك؟ اغلب بالجنوب؟ الا بالجنوب. انت كبلاء مقاول ولا؟ لا سخير. عند حدا ثاني. قول لي قديش عدد سكانك سال حسب معلوماتك؟ 15,000. 15,000 ولا حدا بيعطينا جواب صافي. طيب سؤال ثاني، ليش سموها كسال؟ والله ما بعرف. تعرف ايش؟ تعال انت. خلص لا اقل من 18 سنة ممنوع. فتح شكله. مبين عليه مبين عليه. رمضان كريم. رمضان كريم. سعدك وديمك. السلام عليكم. كملوا معنا متابعينا. باشا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. رمضان كريم. شو اخبارك؟ كيف حالك؟ تمام. هذا يعني بما انه قرابتي ولقطت الصدفة هيك فتحياتنا لكل طلاب العلم الدكتور لؤي خميس. تسلم. الله يسعدك. كيف انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. كيف اجواء رمضان؟ الحمد لله. مبروك ما سويته بالاول. الله يبارك فيك. وينو العريس؟ وينو العريس؟ وينو؟ يسلم لي نور عينه. خلص العريس انضب. انضب العريس. شفته بالشغل رجع الشغل. عافية الله يعطيه العافية. قول لي كم طالب طب في عنا بكسال تقريبا حسب معلوماتك؟ والله الصراحة ما بتعرفش. انت عفوجك كم واحد عفوجك كانوا؟ اللي كنا بنفس البلد تقريبا 7-8. الحمد لله. 7-8. ان شاء الله موفقين. قول لي ليش سموها كسال برضو بتعرف؟ حتى لو ما عرفتش عادي يعني ما بيفرقش معي. هي اصلها مش كسال، كسلوت وكس هيك شيء. كسلوت مزبوط. رمضان كريم يا باشا. رمضان كريم عليك. سلم على الجميع. تحياتنا لكم يا شباب. هلا يا شباب مرحبا بكم. حي الزلم حي الزلم حي الزلم حي الزلم. ايوه ايوه بدي اطلع واحد فيكم هيك جاهز لي. اول شيء هذا اول شيخ عبودي اول. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم علينا وعليك. الله يسعدك وديمك. مرحبا بك. شو اسم المحترم؟ احمد دراوشي. احمد دراوشي اخو عبودي دراوشي. اخ عبودي مراد. اخ عبودي مراد. عافية الزلم. ثلاثة بمحل واحد ما شاء الله عنكم تبارك الله. الله يمد بعماركم جميعا. شو الوضع؟ الحمد لله. كيف شايفين اجواء رمضان السنه؟ عادي زي كل سنه. ليش زي كل سنه؟ زي كل سنه عراي. معقول زي كل سنه؟ العام كيف كان رمضان؟ بالله كنت تقعد هالقعده العام؟ لا والله. شفت شايف كيف السنه الكل مبسوط هيك. شو بتشتغل؟
مصنع. مصنع، عافيه يعطيك العافيه. انت كنت في الفوتبول برضو؟ فوتبول. واليوم بعدك فوتبول؟ بعدني. اي فريق بتلعب؟ مكابي كسال. مكابي كسال، عافيه الشباب، رمضان كريم علينا وعليكم. حي الزلم، حي النشامه، حي الجويد. عبودي رمز الصحه والجودي، اكشف اوراقه، اكشف اوراقه، اكشف. عبودي السلام عليكم. الاخبار كيف حالك؟ حالك كيف انت؟ الله يسعدك. شو قديمك؟ مرحبا بك، مرحبا بك. عبودي شو اخبارك؟ الحمد لله، الله يسعدك. عنك وين انت اليوم؟ عبودي دراوشي طبعا لاعب كره قدم مخضرم، وين اليوم صفيت؟ نلعب في مكابي اكسال. مكابي اكسال، رائع، كل احترام حبيبي. والحمد لله يا معلم مدرسه وعلم اخون كوشر. الله يعطيك الف عافيه. عبودي قديش عمرك صار اليوم؟ الحمد لله اخر شوي بشهر 8 37. 37 عمر كله، عمر ميسي. بدي اسالك سؤال، شو الانجازات اللي طلعت فيها من خلال الفتره اللي مرقتها بالكره القدم؟ اول شيء الحمد لله ارتقيت انا 6 مرات من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى. احلى ارتقاء طبعا كان مع ابو علي كسال لما طلعنا الدرجه الاولى، وانتم عارفين اليوم ابو علي كسال بدرجه ممتازه. طبعا هن كملوا الانجاز تبعنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. انت كمان طلعت مع ام الفحم؟ يمكن ام الفحم، مكابي ام الفحم، عرونه ام الفحم، لعبت برضه ابو علي ام الفحم، طلعنا مع مكابي الدالي، مع مجدال عيمك. عندك كيف اقولها سيره ذاتيه جامده بالكره القدم. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك الصحه والعافيه حبيبي. حبيبي كل عام بخير. قديش عدد سكان كسال بتعرف؟ 16000. 16000 ها؟ ليش سموها كسال؟ على فكرة أنا بسأل السؤال مش لأنه أنا بعرف ولا أنا لا، بس أنا بحب كل واحد إنه يصير عنده فضول يتأكد من الجواب تبعه، يعني بعدين مش شرط هسه. ليش سموها كسال؟ بعرفش. بقول في ملك اسمه كسلوت. ياني جايك، ياني جايك هسه، تحكيش من بعيد. يلا يعطيكم العافية شباب، كملين، تعالوا تعال نشوف الجنرال. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا، شلونك؟ شو أخبارك؟ تحياتي تحياتي وأشواري. يعني أنا بعرفك إنك بلال حبشي، بس أنت لازم تقول مين أنت. بلال حبشي. انا عارف لو ايش حكيت، خلص ما انا حكيت قبلك. بلال قديش عمرك انت اليوم؟ ما شاء الله 30. بلال كمان انت لاعب كره قدم مخضرم؟ مظبوط. يا والله انا صحبي شله الفطبول سابقا. والله كثيرنا بطل فينا حيل. اليوم انت من الاداره؟ من الاداره مظبوط. اليوم شو وضع ابو علي كسال السنه؟ ممتاز، خلصنا بلاي اوف علوي والوضع ممتاز ان شاء الله. مش ناويين على صعود؟ لا صار صعب هسه اليوم. بلاي اوف علوي ضلينا بالليغا الحمد لله. خلص اهم شيء. بالضبط. كيف الامور السنه برمضان بعد ما كنا العام هيك اجواء مش كل ولا بد؟ بصراحه هاي السنه يعني احسن، والاجواء متحسنه اكثر لانه كان السنه السابقه انه كان كورونا والوضع صعب. السنه احسن بكثير. الحمد لله. تنفس عميق، تنفس عميق. ايوه يا بلال، يا باشا يا بلال، كل عام بخير. حيوا الشباب، سلامات مش ولات، الى اللقاء. مين 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 كمان نفوت على محل حلويات هيك ونشوف الجويد ونشوف الحلويات اللذيذة. يا باشا السلام عليكم، اعطي قطايف، القطايف والكنافي. هاي الزلم وين ابو فراس؟ السلام عليكم. شو يا باشا حبيبي؟ كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. يعني انا بعرفك بس لازم تعرف حالك لقناتنا. محمد وجيه مكسال. محمد وجيه مكسال. محمد شلم، مرحبا بك. على السلامة. كيف وضعك؟ طمني. الحمد لله. بتشاهد قناة هلا انت؟ برنامج مرحبا بك. هلا يا باشا. هلا بيك. هلا بيك، هلا بيك، هلا بيك. قديش عمرك انت اليوم؟ 43. العمر كله انت مواليد ال 77؟ ايوه. عشان هيك قلت 43. راحت الايام ها؟ راحت. متذكر لما كنا اولاد صغار هيك بالحارات نلعب فوتبول؟ كنا. كنا كنا. اليوم فيش محل يلعبوا فيه اصلا غير هاي الملاعب، كله سيارات اليوم. كله سيارات. بتذكر حارتكم بالذات لما كنت اجي فيها بحر بحر، كنت اجي نلعب عند دار عمتي غاد وكل هاي بحر. اليوم فيش محل؟ اليوم فيش محل. شو رايك الناس احسن اليوم ولا لا؟ قبل احسن. قبل احسن. كلمه الابو ما تصيرش كلمتين. صحيح. والله. والله الولد بيطول على اهله اليوم. يا ولدي. كيف اجواء رمضان السنه معك؟ الحمد لله تمام. مبسوط باجواء رمضان؟ الحمد لله. كل عام وانتم بخير. انتم بخير. رمضان كريم. سلام حبيبي. مرحبا بك. هلا مكملين. يلا منير. هلا هلا يا باشا. يا باشا سلامات مش ولات للبشوات. الله يسعدك. مرحبا بك، كل عام وانتم بخير. انتم بخير. رمضان كريم. مني كيف اجواء رمضان السنه؟ والله الحمد لله. اكشن اكشن اكشن. الله. مبسوط انت منير؟ ناقصتك الحمد لله. وانت عرسك ان شاء الله السنه الجايه؟ على خير ان شاء الله. منير طمني كيف الحلويات اليوم؟ شو وضع الناس؟ مش زي العام ها؟ والله لا، هاي العام احسن عشان في قعدات وفي اشياء. الثاني احسن. الا طبعا العام ما كانش لا في قعدات ولا مع السبعة روح على الدار. كنتوا بالفعل تسكروا وتروحوا تفطروا بالدار؟ الا فيش ثاني بتفطروا هنا. منير قل لي انت من هبرات صح؟ ايوه. هبرات كفر كنا ولا الناصري؟ لا ناصري خيي. طب ليش مش كفر كنا؟ لانه اقترب. عملتوا نقله نوعيه. خلص عافيه. قل لي اكثر شيء ماشي برمضان شو؟ قطايف. القطايف ها؟ طبعا. عملتوا القطايف اليونانيه ولا؟
يختفي. ما في هاي صار بدها موضوع دراسي وموضوع كثير كبير. طلع بضحك اخوك من ورا لورا حمودي طالب بالكلية الأمريكية في جنين. تعال تعال طالب الكلية الأمريكية في جنين. تعال 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 يلا ماشي يا باشا باشا. شو باشا شو باشا؟ كل عام بخير. بخير رمضان كريم. كيف انت السنه هيك؟ الحمد لله. كيف ممشي بين تعليمك وامتحاناتك؟ والله عاملين توازن توازن بين التوازن. انت عندك امتحانات ان شاء الله ان شاء الله بس برمضان بما انتم بجمعيه وبالجمعيه بالجامعه الامريكيه يعني باخذوش بعين الاعتبار رمضان وعطله ومش عطله وهي الامور؟ باخذوا يعني بيعملوا وقت اكل يعني بالمحاضرات وهيك. وبعدكم تتعلموا عن طريق الزوم؟ زوم وبرضو كمان بالجامعة. فراس بتصور يا فراس تعال تعال اعمل معك مقابلة. يعطيكم العافية كل عام وانتم بخير. سعدكم وديمكم مرحبا بكم متابعينا متابعتنا هاي لحد هنا. احنا اكيد كنا معاكم باجواء جميلة في اكسال استمتعنا باسعد واحلى الاوقات كانت بين بلدي بين ناسي بين اهلي. كل التحيات لكل اللي جالسين خلف الشاشة عم بقعدوا هسا يتفرجوا ومبسوطين وبضحكوا. شوفكم دائما على خير بصحة وهدات بال. برنامج مرحبا بك هلا طل على مسامعكم الجميلة طل على أنظاركم الأجمل. أكيد أنا مني عمو خميس ومن كل طاقم قناة هلا من حييكم من كلكم. تصبحوا على ألف خير. إلى اللقاء. سلامات مع السلامة.